هناك عام الحضارة رأينا أن بعضنا أثناء الدرس يضطجعون هكذا، وهذا يعني لا يليق بالطالب. إذا أنت أمام المدرس لابد أن تلتزم بجميع العادات المطلوبة. أظن أنت فاهمون؟ لا تضطجع، اجلس جيدا الطالب. إن شاء الله معنا شيخنا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بالعلم. أدوا لنسيو أميو هذا أميو إبان ساميو هذا لا للمجاملة بل نقول الحقيقة. ونسأل الله تعالى أن يديم توفيقه على شيخنا وأن يجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يجزيه جزاء موفوق. الآن يبدأ معنا شيخنا في درسنا الثاني اليوم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لربنا الذي أراد بجميعنا الخير، والآن أنا مؤمن ومتثبت ومتيقن أن بعض ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يركب بعضهم بعض الآن من أجل أن يقتربوا منا، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام عظيم من مقامات الملائكة مع طلاب العلم الشرعي. فنحمد الله الذي وفقنا بمنه وكرمه وأن جعلنا ممن يطلب أو يريد أن ينال من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اقتطف شيئا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. علماء أنا والذي لا يخفى لجميعنا أننا الآن في الآونة الأخيرة. تخيم على كثير من المسلمين الجهل في كل جهة، تخيم علينا الجهل، وكل يدعي على أنه ليس بجاهل. وجهل الناس الآن مركب، لا يدري الجاهل بأنه جاهل. لذلك كان سلفنا الصالح مهتمين كثيرا بكل ما تعلق بالعقيدة، وكانوا يقولون العقيدة العقيدة. فنحن ندرس العقيدة في الفصل في المسجد، ولكن تطبيقها كيف؟ نحن نأخذ العلم من المسجد، والمسجد كمدينة الصحابة. أنا أتعاون مع أخي، أتعاضد معه، إذا سمعت شيئا من الإمام أو من شيخنا أقول الله أكبر، كأنني قد ألبست نفسي لباس التقوى بأكملها. ولكن إذا رجعت إلى أهلي بعد خلطة يسيرة محددة أروني أنقص. لماذا كان الأمر هكذا؟ كل هذا مصداق لما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي
في آخر الزمان يأتي في آخر الزمان هذه الأمور يأتي في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يأتي الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الماء في الماء كما يذوب الملح في الماء قيل يا رسول الله من ماذا؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع أن يغيره فالناس اليوم إذا أرادوا طلب العلم أول ما ينكرونه العقيدة كل يراها مقيدا لخطواته لأمنياته لتصرفاته كيف أسير نفسي مقيدا بهذه المادة وأنا لا أستطيع أن أقول ما أريد ودائما تقيدني هذه المادة وتجعلني حائرا أنا لا أريدها أنا لا أريدها ومن أفسد عليه الشيطان عقيدته خاب وخسر لأنه لا يريد أن يسرق منا شيئا إلا هذه العقيدة إذا سرقها ماذا بقي؟ نعم فالإنسان وإن عاش 100 سنة فليس بحي فاقد العقيدة عديمها لو عاش 100 سنة ما عاش إلا أن يرجع لذلك السلف اهتموا كثيرا بهذا المجال وهذه المنظومة هي منظومة شهيرة بين أهل العلم لقدم مؤلفها الشيخ ابن الشيخ المحدث ابن المحدث الإمام ابن الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني ولد هذا الشيخ بعد 300 سنة من الهجرة بعد 300 سنة وسبق زمانهم زمان شيخ الإسلام بكثير وهذا الشيخ أبوه هو صاحب السنة صاحب أحد رواة الكتب الستة وجميعهم ليسوا بعربيين أصحاب الكتب الستة خدموا الدين حتى لو أنا أنفقت عمري على نشر هذا الدين وعلى طلب علمه يوافقني الرحمن ويرفعني على كثير ممن كان عربيا ولم يعمل مثل عملي فهذا الدين دين الله ليس بدين لا ليس بدين العرب وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولقد اعتنى به والده منذ عفوانه وهو الذي تولى تأديبه وتعليمه في صغره قبل أن أسمعه بتجول كثير بين البلدان أبوه سافر به إلى جميع مدن الحجاز إلى مكة إلى طائف إلى مدينة إلى تبوك عرعر جميع المدن المجاورة للحجاز سافر أبوه معه إليها حتى ينال علو الإسناد وتجول به في بلدان البغداد كذلك في الشام ثم سافر لمصر فبهذا جمع علوما كثيرة والناس يحبونه واستفادوا منه حتى
وقع بين الناس خلاف كبير في المفاضلة بينه وبين والده، لكن الحق في هذه المسألة على أنه إن لم يكن كأبي فقد قاربه قربه، وهذا فضل من الله، هذا فضل من الله أن يجعل الوالد عالما وابنه عالما، هذا فضل من الله، هذا فضل الله يؤتيه يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى. والشيخ لما ألف حائيته هذه أهل العلم أقبلوا عليها، حتى أفرد كثير من العلماء التصنيف في شرحها، وكثير منهم يروي هذه الحائية في كتابه كاملة، خصوصا إذا بدأ يتكلم في العقيدة كما فعل الذهبي وغيره من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. فبحر قبل الخوض في هذه المنظومة، لماذا لم نقول قصيدة الحائية؟ وبعض الناس يقولون هذا، هل نرى فيه خطأ؟ لا، وإنما أهل العلم لهم إصطلاحات لكل فن ولكل علم، هناك فرق يسير، فرق علمي بين القصيدة والمنظومة. فالقصيدة للشعر العربي، للشعر الأدبي، للشعر العربي أدبي، الشعر الأدبي. أما المنظومة إنما هي في فن من فنون العلم، عرفتم معي؟ طيب، والنظم إذن والنثر إذن، سلك أهل العلم طريقة المفاضلة بينهما، بين النظم والنثر، نعم، بينهما التداخل والتوافق والتباين والتماثل، كل يدعم العلم، كل منهما يدعم العلم، ما من علم إلا وهو معدوم، إلا وهو مدعوم بنثر أو بنظم تثبيتا له في أذهان طلابه، تثبيتا لهذا العلم، لهذا الفن في أذهان وعقول طلابه. فلذلك قطعا لدبر الفوضى أهل العلم قالوا النظم لكل علم يتطلب الحفظ فهو أفضل وأحسن لمثل هذا العلم، أما ما يحتاج إلى الفقه والفهم فالنثر أولى به. غير واضح؟ فبحر الآن نقول قصيدة الحائية أو نقول منظومة الحائية على الأرجح، بارك الله فينا وفيكم، لكن من قال قصيدة الحائية نخطئه؟ لا، لا نخطئه، ولكن نعلم أننا فوقه إلا إذا استفسرنا، فلذا قد يقول شيئا ولا يقصد وراءه أي شيء عادي، هل ماك قصيدة حائية؟ هل ماك كذا وكذا؟ لا، لكن في مجال العلم وعند الشرح وعند البيان لا بد أن يسأل هل بينهما فرق؟ إن أثبت الفرق بينهما فهو على الصواب، وإذا لم يعرف الفرق بينهما فهو دونكم، دون من علم بأن بينهما
بأن بينهما فرقا وبونا. وبحر هذه المنظومة الطويل بحره. نريد أستاذا وشيخا أمن سطي أمن كيو كتاتي بطيا في بيري سفي بوانا لجوسي نعم خسن تولي كيو توتوان دي كيو لاتي بي 35 years 40 years داري وان بي تيو ني كيو تيو ني كيو لي خسيسي سوا awa ni die ni to ba jina turupia to tiri awon ta ba tiri ba awi soro enti silahu tiwa unni hujja hujja unni kini silahu wa e huwa indana mubtadi'un se ko so pe inda allah oro ye tabiru ye da e wo ti a kola sheikh ke se ti a buruku ni ti awon ke pelu nti eni to se ti awon teyan ba so re daada won le ni nkan mi rodo olohun eyan le ko re jiya eyan ba nso pe kola sheu o wa nkan kan be lo office si se ro olohun lo so ni ni ati kola sheikh bugun to ba banu ti ayo tan so o ba so ya wo re njo odun to ba do ma yo ma gun be ki kola man o mo mi re sun bi to ti ma ri male o ma ya afini o pada ya e wo bi ese yoran won lofin awon yan wan kura won yonu kola man shayna lawo binti kola shehu so la la tusalun amma qala shehu wa inma yusalu shehu amma qala tamassak akani die ne kete o ma ba ne ka tamassaki bi hablillahi wattabi'il huda tamassaki bi hablillahi ولا تك بدعيا لعلك تفلح 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 تاني سمراك بلينوا tora won awon alu sunna pile nanu afa n ba yo ma le sumara luku sumara ejogun ko de pe wa n gba forces won apo ni now se sumara fa eh ejogun تفضل عبد العزيز تعال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح جيد الشيخ افتتح هذه المنظومة بقوله تمسك بحبل الله والمراد بحبل الله هنا كتاب الله واتبع الهدى والمراد بالهدى هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدليل على هذين القولين على قول الأول بأن المراد بحبل الله في هذا البيت الكتاب لقول الله تعالى واعتصموا ولما جاء في الصحيح عندما مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم جماعة أنت بان سيكبسي ونكتم وأن تناصحوا أمركم إذا منكم توي ما أستاذ إذا رأيتموه على خطأ صوبوه أوكي بس يصير تسويبه تتوه أو يتوسي عادية دكان
ثم نصوبه ولن نتركه، إذا تركناه لا نحبه، ونحببناه نصوبه. وما المراد بالهدى هنا؟ المراد بالهدى هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم الهداية على قسمين، هداية الدلالة أو الدلالة أو الدلالة. وين سمستيك مرة دلالة؟ دلالة دلالة دلالة. ده جبي أن ملا نه يلي سمستيك مبه إباني أن ملا أن ملا إن مل بو نالو نالو أنا والفاظ كي كمان تي أقبو عند العرب. على كل حال دلالة هداية الدلالة وإنك لتهدي، والثاني هداية التوفيق إنك لا تهدي ولكن الله لا تناقض بينهما. النبي يقول في يمنا سبول الجمعنا فويا، وهداية الدلالة اللي شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العلماء. نعم خويي شاركوني إن أنتم معي شاركوني. قلنا إن الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق؟ والبين قول الله سبحانه وتعالى تناقض، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم هداية الدلالة وإنك لتهدي، وهل شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية الدلالة العلماء؟ نعم. ومدرس أطفالنا الخير، مدرس أطفالنا الخير، هل شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية الدلالة؟ نعم. نعم اتبع الهدى. إذا أنت تريد أن تكون على خير وعافية من أمرك تمسك بكتاب الله، هذا الذي لا يريد الناس أن يسمعوه. الآن كيف أتمسك بكتاب الله وقد درست بيولوجي وأنا قد درست فيزيكس والبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العلوم؟ هو رجل وبروفيسورز رجال. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح إن أنت أهملت واحدا منهما فالنتيجة أن تصير بدعيا. لا تكن بدعيا، والبدعة في اللغة الجديد أي شيء. هل تأتي السماء جديد؟ نعم. كنت تقول ما لا بسمع سيد تدوس ولا بسمع. نعم. هل تأتي السماء جديد؟ تأتي السماء جديد. نعم. بارك الله فيك. وغيره والدابة والنار. سو أما كابون بن سلام وعشرة الساعة يومك بي ستي تاتا السماء جديد بل جدد. أنا أرد على يربويين الذين يقولون بأنه ليس تاتا جديد. لا 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 ليس جديد تاتا السماء، لا هذا كلام مردود. من قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن تحت السماء جددا، أن تحت السماء جددا. طيب ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، إذا أنت تريد الفلاح تمسك بكتاب الله، دين به ودين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون بدعيا. ودين بكتاب الله ودين شو الإسلام؟ ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. من جو؟ ودين بكتاب الله، خذ دينك من كتاب الله
والسنن التي أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنن الصحيحة الواردة الرسول صلى الله عليه وسلم دين بها ودين بكتاب الله بهذا تنجو وتربح لا تخسروا. أقول لكم إياه كانوا يخطئون في مضارع خسروا خسروا بكسر عين الفعيل أما في المضارع بفتحها يخسروا دم يجو هم كيولا واو خسروا يخسروا خسروا يخسروا كي لا تخسر كي لا تخسر تربح تنجو وتربح تنجو وتربح نعم وكل غير وكل غير مخلوق كلام ملكنا لذلك دان الأذكياء وأفضل صرح وقل بأن القرآن غير مخلوق بل وكلام ملكنا مالكنا الله سبحانه وتعالى بذلك دان الأتقياء بذلك صرح الأتقياء وعبدوا ربهم سبحانه وتعالى وأفصحوا من إفصاحهم بذلك على أنهم جادلوا من خالفهم على هذه المسألة من إفصاحهم لذلك أنهم ألفوا مؤلفات عديدة لرد على المخالفين في هذه المسألة من إفصاحهم على أنهم درسوا كثيرا من طلاب العلم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تضمنه القرآن في هذا المجال هذا من إفصاحهم ما سكتوا أبدا لا تسكت أنت كذلك من إفصاحهم من الذي يذكر لنا من إفصاحهم من إفصاح العلم نعم الأتقياء من إفصاحهم نعم في أيام المحنة بارك الله فيك ثم بارك الله فيكم ولا تكف في ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجبيه كما قال أتباع كما قال أتباع لجامي وأسجح خذوا عني المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة القول بخلق القرآن هم على ثلاثة نعم طوائف الطائفة الأولى الذين قالوا بخلق القرآن قالوا بأن القرآن مخلوق والطائفة الثانية هي طائفة الواقفة تفضل من؟ الواقفة الذين توقفوا قالوا لا نثبت لا نقول بأن القرآن مخلوق ولا نقول بأنه غير مخلوق والطائفة الثالثة اللفظية الذين يقولون أما أنا لا أقول بأن القرآن مخلوق ولا أقول بأنه غير مخلوق لكن لفظي بالقرآن مخلوق وسمعته ببيان كل من هذه المذاهب الباطلة المنحرفة الضالة ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا لا تقل بأنك تتوقف لو سئلت هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق لا تقول لا أدري ماذا أقول أما أنا أتوقف الجهمية أصل كلامهم أن القرآن
مخلوق ليس بكلام الله، لأنهم نفوا عن الله الكلام فقالوا إن القرآن مخلوق وتولد منهم. أولا لندرك عداوة أعداء الإسلام من زمان هذه الاعتقادات من دسائس اليهود، هي عقيدة دسيسة يهودية. نعم الذين بدأوا بهذا تلمذوا على من؟ هل جم ولا عصب؟ نعم نعم لا الجد والعصل جد ابن درهم أخذ هذه العقيدة من من؟ بارك الله فيك يهودي أسلم تقية أو تقية تقية أسلم ليحرف كلام ربنا وليبدله ويغيره وليدخل في الإسلام ما ليس منه. وهؤلاء ترصدوا لعلماء الدين خاصة وللمسلمين عامة. فلما قام جهمي بالقول بخلق القرآن انتشر هذا الأمر في البلاد وتبناه الخليفة المأمون لكونه تلميذا لرئيسهم قبل أن يصير ملكا. لذلك آل البدع كانوا يروجون بضاعتهم بالاقتراب من رؤساء الدولة ومن علمائها وأثريائها، هكذا تجدونهم تباترون بديا ويلوجوتي لا تبين تبان بني بولوسي أتلو انتو يوم أدو كيف ستفعل؟ كان يقصد بذلك ترويج بضاعته، يروج بهذا وبمنصبه بضاعته. لو سئلت عن القرآن لم توقف، قل ليس مخلوق بل وكلام ربنا، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجامع. أنا قلت لكم هؤلاء سبقهم الجامعيون بالقول بخلق القرآن، ثم هؤلاء خرجوا من الجامعيين بالتوقف، ثم بعدهم مذهب التلفظ. وسنشر هذا الآن إن شاء الله تعالى. كما قال أتباع لجام وأسجاح، ما معنى إسجاح؟ الإسجاح اللين. لما أخذوا هذا القول نبتان في إدان كرمو يلو وني أمو سوكو كوراني إدانيو أمو سوكو كي سيداو سوكو سيدا مانتي أباو بوينا كيني ينا إسجاح ما فيسيو كيني نا ساس والله تابا في صروحة قرار نا كي يوفي سبي ككانو مجيجي والله توري كني أنا وانو عراواني. أوه العرب تقول إذا سألت فأسجح طيب وفي ترون كني ما بوزي دانو
o ma na bi adamo ororun o won fun obo gan lo gede o po mepe o agbalagba wa pepe o se ma se ba won do ma na bi aran le o le pe o tun le wo ni nkan pada mo mo to ba po mepe ko to je ko se ti o bere ma lowo o isjau ni e ki la pe yun ولا تكل ولا تكل القران خلقكم قراته فانك لا ان الله باللفظ يوضح بارك الله فيك ولا تكن من اللفظيه الذي يقول القران لا اقول بانه مخلوق ولكن قراءتي له هذا فعل من افعالي والله خلقكم وما تعملون فإن كلام الله باللفظ يوضع وهل يمكن أن يقرأ أحد كتاب رب سبحانه وتعالى بدون لفظ؟ لا يوضع نعم هذا هو الأصل ولكن الآن قال أهل العلم من قال بأن القرآن مخلوق فليس بمؤمن كافر لأنه في الأصل يريد أن ينفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أن يقول يريد أن يكذب الله ويكذب آيات أثبت رسول الله فيها أنه رب متكلم كلم الله موسى تكلم ما كلمه وربنا سبحانه وتعالى متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى طيب والآن هؤلاء يقولون القرآن مخلوق من قال بأن القرآن مخلوق تأتي هذه الأسئلة إذا قلت بأن القرآن مخلوق ما من شيء خلق إلا سيموت متى يموت القرآن هو السؤال الأول ثم ما من شيء كل مخلوق يدور بين شيئين إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف هل هذا القرآن مكلف أو غير مكلف ثم نقول قبل وجود هذا القرآن أكان ربنا متكلما فإذا أثبت القرآن الحياة إذا توفي هل سيتكلم ربنا أو ذهب كلامه مع موت القرآن وأخيرا هل القرآن يحاسب يوم القيامة فيعذب أو ينعم في الجنة يترتب على هذه المسألة مسائل كفرية مخرجة الملة كل هذا فقهه سلفنا الصالح حتى تصبروا وتصدوا في سبيل الرد عن هذه العقيدة المضلة المنحرفة الشنيعة طيب أما ما القول بتوقف القول بتوقف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل أقبح من القول بخلق القرآن قالوا لماذا لأن هذا يلبس على الناس أولا وثانيا نحن كذلك لا نريد أن نخوض في هذه المسألة لو قالوا بالتوقف قبل قول الجامع لقلنا به سنتم من زيوبا مسألة مثالي أما فاسي كلاري كوسي كتو جورو جدي نينو مثالي تاو كوسوي جوي كتو جو تو تواني دي تفسير tin ben bi madhabu lafdhiya en ba pe qurani leda
kifirini to gba be kifirini e je la mele o kikini o ambon bi awon meji kan ta ali sare da jolian lori tori oni n to gbe won de bi o photo sian oni khawarij ati an nawasib ya sama rawafid sama esin wa esin olon ni ko ni pe enikan semi wala jimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa awa la gboran o so wonu en ti won beere mas'ala kan lodo re to wa je pe nikan ti treaty eri to nton si mistake nbe to wa je otare ni bi nkan mi to pan po o le je nkan se mi o de ma joro esin gan ti o wa yanju oro ti o je pe sin nikan ni soro ti nkan mi o ni wonu e min shawa ibil khusuma chema ke ya aduju ko awon eyan eyan odo na ni problem because ke ma taki ogun to ji yo ma kan na ni because a fa ba ye kilo do an agbalagba o kilo do afoju o kilo do wiri so ah kini ta no to fi wa sa so jenu bo si sinu il qur'an awon jamu ni a so pe ẹ̀dá ni ńgbọ́ ya nkan tó ta wá ládàá látara wọn wọn ni awọ sọ pé ẹ̀dá ni wà sọ pé kéè sẹ́dà ìmọ̀ọ́mọ́ mọ́dún ní tiẹ̀ ń ló burú jù àwa náà ìbá sọ bẹ́ẹ̀ tọ́ bá jẹ́ wípé wọ́n ti kọ́kọ́ sọ báwọn ṣáájú kó tó gbọ́n jámi gbọ́rọ̀ dé pé tàwa kọ́fúnà awọ èso wọn wọn bí rí báyìí awọ èso wọn wọn àdásí rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n wọn ti dá wà láàlẹ̀ ọlọ́run sì jẹ́ àrí òdodo tí mẹ́bí wà láhùn ẹ̀yìn wá dé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ nǹkan ẹ̀ ti rí wà lọ́rẹ̀ dì ẹ̀ wà fàjẹ́ yọ ọmọ sáǹdì yẹn sọ́rìhù rọ́hà níta nínú ìrọ́yìn pé ẹ̀ sọ ibi ẹ̀ bá wà àtàláfúrú ó yẹ kọ́ pé àmà ánàlá àkóòlù bí ànàlá qur'an makhlukun wàlá àkóòlù bí ànàlá ghayru makhlukin lakin lafdhi bil qur'an makhluk shuba to membe illa bi tafsir ha lafdhi bil qur'an oni ghayr makhluk otuni wa lafdhi bil qur'an makhluk onwi o ibenni awon fati wa si suru كلام ربنا باللفظ يوضح افاي سوركالي مو وافي تو سو قدا مو وان سي باي او ميان تو با واسو رو ان سو افاي ان تو سو فاين ان تمي وي جاده بي ان تا افاي سو سورو مي ني ايبو ني سي مي وا القاري الذي يقرأ القرآن صوته ولفظه بالقرآن مخلوق لأن هذا عمله أما المقروء والمتلو هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى لذلك قال أهل العلم اللفظ والصوت صوت لقاري والكلام كلام لباري الصوت كلام باري لو ما كان دي انا كان كيو كان دي كون سو ويبي مذهب اللفظيه in ti ọ̀dá mbẹ́ ni tí wọ́n fẹ́ fi rú àwọn ìlójú tẹ̀mú yìí kẹ́nìkan tó wá dìde pé tí ẹ̀ bá sọ báyìí eléyìí lọ nítorí wípé masala yìí òun ló ṣe sábà bíi ikú imam buhari masala yìí ó kó fòtò pọ̀ bá wa láwàtà jẹ́ tòlábù ilmi àṣírí ó sì jẹ́ kíṣẹ́ ìtọ́nù
ko lu kan nu afa wa ti mamu bukhari to ke lodo won muhammad ibn yahya adh-dhuhli رحمه الله جمع جاء سو رحمه الله مو بوكا تا سو ري غان بيپو رحمه الله بذل او كمان بي ني الذهلي سو الذهلي ني كان يوو سي يمكننا أن ناتي بهذه القصة أبي من أجل الوقت هذا قال ناتي بي ملخصة قال ناتي بي لكم ملخصة إن شاء الله عصو بإذن الله تعالى الآن الفهمنا هذه المذاهب الثلاثة في قول بخلق القرآن نعم وعرفنا ما هو صواب من المذهب الثالث نعم لو سئلتم لفظكم بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هل يكون جوابكم لا محض أو نعم محض أو يكون جوابكم لا بد من التفصيل ها وعند التفصيل يتبين الأمر وتبين المقصود واضح لذلك قال الشيخ ولا تقل لقرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح فإن كلام الله باللفظ يوضح ولا تقل sasu e kin tin kan ah sumura wata sa n wi n badan ina odo lo sati wa qur'anu khalqun qara'tu fa inna e ma ma pile wa bil lafzi yudahu fa inna kada ma allahi bil lafzi yudahu sa wa ka qur'ani na ta ni wi golombode odo tere bi fa idha qulna wallahu khalaqakum الذي سمعت من صوتي عند القراءة عملي ولفظي به عملي أما المقروء والمحفوظ به للباري فالصوت والكلام نعم وكل يتجلى الله للخلق جارة كما البدر الآية خفر وربك أوضح سبحانه سبحانه كما البدر الآية خفر وربك أوضح بارك الله فيكم هذا خطأ جلي قد رددت عليه مرات ونعرف أحدا لا يستدل بالقرآن إلا ويثبت هذا القول للقرآن حتى بعضهم يقول جاجب أرالون وبا سوكوي أياتي ما وانتيا ما يقبين واسي سوكوتون واسي كوتونو إكاكا سو أروك بفهم؟ كفر الله الحمد لله. يو ما نقوله. أن والصلاة والسلام أسي تونسي كيات جفان النبي لين نتي وسكة وسجفان النبي. هاي كان سواه.
se se rin ti ma fa na ni wi pe opolopo nti ma nko wa muslimi jo ke se tori olohun ke se tori olohun en ti o je tori olohun be yo wa kiri an kan wa tori owo an kan wa tori yi awon kan won le se de ben ni e kan won pe ajo pade ni wa asiko mo pade en toje are gbogbo muslimi le ibadan a pade lodi kan lai pe awa to kan be mo wan bi lo wa won yen pe ah olo mo pe kan wa fo ni fi are wa yi o ah en gan ni no won ojo wa o won ojo wa o gbogbo en ti pe ko rorun lati lo ba re nle en bi kini kan ko saso wa won won mo wa bere nbo ni ode ti en si mo pe won le lo ru be won ma bere kaaki inu won saju won be abi won jo ku nbe ngba ti ni iru emi ba won nle jama e ku rire ke je afa mudofo ile yo o pe po ni ma fi bu anjo pe se ki ore wa lalu arika won ko ton je afa mudofo ile won mo pe afa n pako afa mudofu mudofo ile wa lalu si pe a afa n bata afa n perfume afa n fila afa laso afa brikila afa taila afa dokita afa physiotherapy afa dentist afa blocki tam afa pop off afa eleko afa pomo o peyan o sa si o wa pe wa te pe in ti o mesin wa manu naam bismillah jamun so وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ دَارَةً صرح هذه من عقيدتك بأن الله سبحانه وتعالى يبرز نفسه يأتي جهرا يوم القيامة يراء عباده المؤمنون يوم القيامة لا يخفى ولا يتستر عن أحد منهم فإن الله سبحانه وتعالى هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي وعلموا أن الناس في رواية صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أن الناس في رواية صلى الله عليه وسلم قسم ضال أثبتوا صلى الله عليه وتعالى الرؤية في الدنيا والآخرة وهم صوفية قالوا ربنا يرى في الدنيا كما يرى في الآخرة والثانية جامية والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا نبينا سبحانه وتعالى والذي فهمه سلفنا الصالح منه أن صلى الله تعالى لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة ورؤيته في الآخرة لعباده المتقين فقط للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد تنافسنا طويلا في هذه المسألة في دورتنا الماضية لا نريد أن تنافسنا طويلا في هذه المسألة بما فيها غنية بما فيها غنية نعم كما البدر لا يخفى وربك أوضح سبحانه البدر لا يخفى وربك أوضح سنراه كما نرى القمر ليلة البدر بل ربنا صلى الله عليه وسلم أوضح ونوره أقوى من نور البدر الله سبحانه وتعالى لا تضامون في رسول ربكم ولا تضامون ولا تضارون لا أحد يحجب أحدا عن رسول الله تعالى لذلك الله سبحانه وتعالى جل وعلا أنزل على رسوله آية عظيمة في سورة الكهف لعلي ذكرتها في الدورة الماضية وعرضوا على ربك صفا ولن نحيطه نعم مع هذا تعالى الله أرضا لا يحجب أحدنا أحدا ولا يمنع أحدنا غيره نحن أمامه عرضا على صف واحد فيحاسب كلا على ما قدم
من الخيرات أو من السيئات. نعم. وليس بمولود وليس بوالد. هذا بيان لسورة الإخلاص. وليس له سبحانه وسبحه وليس له شبه تعالى وسبحه. تخلصوا من عقائد النصارى واليهود، فربنا سبحانه وتعالى ما ولد، ما من مولود إلا سيموت، وما من ميت إلا سيولد إلا سيورث يورث. ربنا سبحانه وتعالى ليس بمولود، ليس له أب ولا أم، وليس بوالد، ليس له ولد، ليس له ولد، وليس له كفء ولا نظير ولا شبيه. تعالى المسبح، كل يسبحه من الإنس والجن حتى الجمادات. لذلك قال العلم: إذا رأيتم أحدا يريد أن يرد على كل الله سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده أفهموه. ماذا يقول؟ يريد أن يموي على الناس فيقول أبي مزارع الفلاح، وأنا كذلك أمشي معهم إلى المزرعة منذ 40 سنة، والله ما رأيت شرطا يوما ركعت. نعم. بامي أكبنيا أتلم فتي أتلم قاتم بامان لوكو كوزي دو تادو كوري تاري تا 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 واري جيتو ركو باي تا وا كاما بويا يو لولا لنيو أبوسا أبا جيلو لارو آسي بوك تري تنكيون سيري بمك 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 مسلمين وكا فيه بلاكاي يجين وهم من شيء لا يسبب بحمدي sheyin o ma to ko awon kan ti o ma mi nu awon fa ni be ni won ni tasbihu kulli makhluqin ma urida minhu jama'a qaida ni tasbihu ma urida min gbogbo bon kan se si ara pada mo fe ko nkan ni o mo fe wo ti ani o mo fe tun joko se ni o tasbihu ni folon intian ko yada ni lati sama pe se time ten seun onu n tesbih yin gbogbo eni igi tolohun ni time ti a fe fi oba ti fe lu o bo se du onu tesbih re intian ni dodo re ni tesbih dodo olohun oni dudu ohun time ti a fe fe ba dodo re o mo fe sin fe son tesbih re ten dodo re time o mi daroro oya ru n time bayi oku to ko nu re o gbura bayi o mo jade o gbogbo ntian ba ti n fe lodo eda ko kan lasiko lasiko keji تسبيح رنانو كي نغازي في باريه ولكن كي نوان دعلا موزي آي كاني تي يمبات سوكو ومفي لوري كارابو يو سيسي بوبوان تيان سينو عمو يبو كي نيابا جابي an fe lo study yi kan bayi ko lohun jo gba islam ko to ri pe kini o pa to lo study semi ile aye awon kini kini din se o siru lu tori ibade be loni ki kini ori loni ori na ni oba dore o study won o ma gba o ma nti ma pa won lerin o ma nti ma pa won lekun o ma bi yen le fokan lara won ti an ba binu lo o so di won de bi wi pe a ma ki ori bo won lenu ta mo so fe kuri bo won lenu ko logun ko lo kaka ebo na ni o o nso yi odun to ti ku mo ki so rugeke o so di won de bi iru ko lo aso te yen le lo wo pade won to le bi anu ta te le o so di won de pe iru orun te le ma gbo o so di won de bi pe kinu se le ma bi se ma ba jeun o so re pe kini yen le se ti en ba gbo mo re ti o fi ni binu ko se bi mata ni se ti mo pe a ogbo ipa o fe ran mi lo ni ke kuri se ebo ni o ikan na be ta ja lo lo se nti e ri ori gigiri bayi ajani ko ga po bayi ami elejo ami ko wasa so to nti be e wa so aya wa imi shein fun won ko le gbagbo
تورين تيو يكون نو يهوتين نو هنا إيمان بالله رب سبحانه وتعالى يتجلى يأتي جاهرة يوم القيامة وليس بمولود مولد وليس بوالد ليس له ولد ولا صاحبة وليس له شبه تعالى المسبى لذلك أثنى رب سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء ماذا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إمن يأيه ولم ايوا وليه كتا اجو تعالوا لباني تولي كتا نيوبا اجو اوكال يا باي لا 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 ولم يكن له ولي من الذل idake jire wani afa iri gbe kale sugbon ma na banka je po e mo bo mo se mo tan sara jamejo se ri iru ke o tan ke yi ti se ke o classi ara anfani ti nbe ni pe ke se yin kan le gboye e gboye e si le je lomi o gboye o na la anfani ka ti oro sirawa ka doro pada sirawa ke se wi pe mo ko roru ti nba ti ko ire bi kan iya kan je mi o di owo su mi kiri ko se nko iyun na wa la kan lo na lo to pe mo ti dare na sesa tabahathu 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 shabab tabahathu irfa rusuk tabahathu tabahathu shabab tabahathu nko wadih in ta fa wi wallahi to nso ye sugbon ko yi ara masara ti to fe so fun mana re kon rara rara ida o to fe so ye barakallahu fi gaji yusuf mo fa si ro ba bi bo wa ni usas ba kan sa se ba ni tule kan se ayo usas tafaddal 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 aya olohun oba ki soyan di ore re latara wi pe kiya lati bi won to le gba to te keyan se nkan to le to le fe to le fe awon se mo mu lo re te mo te ni ete awon si fun olo are fo gbugbu to kan ku so yin ye subu si manere wa nu لا 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 afaje se riko awon eleji di o ibadan baba ati gba bale se bi lo ni ipile yin ino niko ilu o ah sorry iwo le lo ni mo ma pe yin o toroju afa oju afa roju yin oboju to ba ti doju afa iro ni mo pe iba se kini bismillah Allahu akbar boya abibi ta ti mun loju o ma ri baun se ka tu lati bi walam yakul lahu sharikun fil mulk nta fa iso ten ke so saju mona in le mparambulate ni
eyin sai kun iku ti legbere aya sanwo barakallahu fik afay suma 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 po na bi mo se sonu yobe ko ni but mi gbo won ye wallahi mo gbo won ye sugbon ko si bi deji so mara won agbo ye rara jama se eh ba mi lo ni no ra ilo ni se lo ni ngbe ni ye obe ko ni yo ba won wallahi ti wa so le ko ti o ti ya won ti en ba so سبحانه وتعالى لا اله الا الله ام الله والله ما نضر وان سن بي اي ما نره ان ايين ري لاتين ييون سبحان يو باو لا في بي كان سو ديเป awon ti oke obi wa won gbo waye ولم يكن له سيما كيلو كوكون صوبو لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك كولنتي جو لولا ري تو جي وي بي تو با في سي نكان يفانفالي وا اي بي اودا وين كو سوالا ما وان ري كون باين كي سو ماكيني بروبليم اودا ما وان اوكوين كي سو مكيني اودا ما وان ما ما اغبالغبا كي مو كيني او ewa ma ke feri ke ba koni walam yakun lahu shariq waliyun min adh-dhulli dimo gbogbo wa na mo wi pe in tin fi n se ijoba ile lori loni in olohun yo kuo ninu tin fi le royin reun koni olugbojo kan ti o ma se kube kube fun ko lo mo ba bo lowe min adh-dhulli gangan ma to fe ka tu pe ikolo won ni pe e ko si wala se e ti be lo nko dan a bebe ah e mo re sale en tun le gboko kale oko to le gba biyan mejo sale en tun le gboko kale oko bo ah igila le mi eleyun ani ki ba kan ta bi ya ani mo re mo me nikan to na ba ri poro hun de beun etede ni inu ko pe apada ka to de be ta ko pe be na ni bakan na kipu o mo bo gbogbo nti ma so yan de pe won mo nkan mo won mo mama olohun o ni e wallahi buhari ni ni bi le kusi lo ni o yi yo re wa le digba ti won ba wole o ti won ti yo le eh ki ma se pe to si mo wa e bo ti ro pe gomina wa ni o لا اله الا الله جماعه با اوا ابو كان جنو اجا قرا نو لي وا بيان سي لون جوكو اون لون داري لي توي اون ني نتي يان لي سي تي يان لي موجي او لوري ياو مي نا لوري اومو مي نا ني او لوري اما كيو نا ني او otanio obi oba yan work won lo si fo won je le fin gangan yo sni johnson na se wa mo wi pe emi ati yin in ti o je awo gawu yen ni pe arin ti pe la na wa li yumina dhulli ta ba ma gbogbo se ngo ma te awon ma pe usasu ah usasu ah anakun la ah usasu ah anakun la ah anakun la la ni usasu atele anu won si pe usasu e bi e se nte yan ma pe so ayakun la usasu ah ah ora pe anakun la e mo mi so gusugo in ti doctor pa so ka ni pe won ni won pada operate oju otun ele ani o anakun la ta na lo sina eyun le yan ma ronu ngba mi ti emu yan si wawo koda o wa nu n to bi elomi fi ma mu eyan ju tun yan se pe e like ariwo allah e won gbon da o eh yo ko ma se ku ko je wo gbo
كين كتاب لا تسمع حلمة يقول لكم من أبيم من يقول يوم من أبيم لكوره كسوة لا موفين فايف مينيت كيف يدان لون برا تيو بريباري بي solution nikan wa bo kon lori minbari eh mi jo jima o be ma ma nso sero ero won o jina keke e ile ma la ro jile to to gbe leyun wallahi ti o so ni wi pe o mi ni e be o won mo pe o to ba won pe eh awon na gan e si wa wo olorun olorun lo fe to lati ri ni o ati fa nule ko e ki won ti e pin mi le mi de be won ni to bi so kan inu eyin na barakallahu fik eyin na lefa ko si so mo ti mo bi fun ti o la gidi ani nti o tun fi gbeyin oro ibanuje tun ni ani waliyu min adh-dhulli lo ga lu fi se jeje baba driver tin ko si conductor lo wala taro to wa do wo 6:30 ni pe o wa to nse ga o ma jele ko ma fo gba body oko ko ma sare wole gege ko ma jele gege kan on kilewi bulu kilewi o ri pe voice yen tobi o kan ran ti pada pe ah o mo lo se pe so ma o ma duwo kan kan jo ni abo se ngoko o le dalapa ni mo ti mo uju ese o ti rodun ni li anna lahu waliyan min adh-dhulli jama pe akiro ma ku mo la o te kari baba pe akiro ma ku mo la o te kari baba olonjo se an pe keyan wa ki o ko tun ma sogun se ri pe ko gbon rara in pe ko gbon po o isasu en temi ati yin ninu tawo fi mo pe en seyan nu aye awon kan gba usasu to ba boko lo kan to si ni fe yin to fe so be si wo iko how come usasu so to lo abi usasu e mo bonu okolo do mi na ka tun kin ti le koko kin si esi ka usasu a je ti mo kati mi lagbo ala san mo so pa dugo to wa to separate to do yin olohun ta n ba lo eni o jawo mo o awon eyan ni lukunrin mo n jeje ku je en ti o ba ti ni olohun olohun na o da fun sin mi e ma wule gbese pe kankan e olohun o pinle do nkan fun sin mi ala kullu shay'in ma khala Allah baqilu wa kullu na'imin la mahala tazailu وقد جعل اهل العلم مصادر الاستدلالات خمسه قولوا اربع وهكذا رتبوا الشيخ المنظم الكتاب اصدر اول مصادر الاستدلالات الكتاب اذا انت تدين الله سبحانه وتعالى بشيء وسئلت عن دليلك عليه اول مصدر من مصادر الاستدلالات كتاب الله انا وجدت دليله من كتاب الله فمن اكتفى بكتاب الله اليوم وسمى نفسه قرانيا قولوا له يتعب كثيرا ناتي بمساله يسيره أنا على الوضوء بعد صلاة الظهر وأنتم كذلك هل واجب علينا أن نعيد الوضوء عند صلاة العصر؟ لا نعم لا فجاءنا قرآني
من تقضى وضوءه بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الظهر، بل بعد صلاة صلى معنا الصبح ووضوء معه، ذهب ليتوضأ وقت الظهر، ونحن ما تودعنا وضوءنا ما انتقض بعد، ثم بعد الظهر داخل العصر ما انتقض وضوءه لكنه ذهب وتوضأ حتى جاء وقت العشاء، فسألنا لماذا أنتم لا تعيدون وضوءكم؟ قل لماذا أنت كذلك تعيد وضوءك بيد أنه لم ينتقض؟ قال لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم، شرط إذا كنتم، إذا لابد أن يتكرر هذا الفعل، متى ما تريد أن تصلي لابد أن تتوضأ، هذا الذي قال ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نقول لقرآني ونانو معك في هذا، لكن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا في عام لفته أنه صلى بوضوء الصبح صلاته كلها، نعم في الفتح، حتى الصحابة ما كانوا يعلمون أنه يجوز ذلك سابقا، كانوا يعيدون الوضوء منذ عام الفتح تيقنوا وعلموا. فقال أنا أرفض هذا، لا أريد الحديث. هل لا يتعب كثيرا؟ وغير هذا من المسائل، يسأل لماذا جعلت ركعات صلاتك الصبح ركعتين؟ آتي بدليل من القرآن الذي معك. ماذا يقول؟ أنا أريد الحج، كيف أحرم؟ فانكحوهن بإذن أهلهن، تتزوج المرأة بإذن أهلها، قال أنا أتزوجها بواسطة أمها، نعم أها، بل هي الركن الثاني من أركان دنياها، بر الوالد هي، بر والدها هي، سيبنا لاوي، بر والدها هي، بارك الله فينا وفيكم. والمصدر الثاني السنة، وقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر بوحيين، أوتيت القرآن ومثله معه. الثالث الإجماع، والإجماع على قسمين، الإجماع القولي والإجماع السكوتي. فالإجماع القولي أجمع العلم على أنه حجة قاطعة، حجة قاطعة. أما الإجماع السكوتي فهي حجة ظنية، من حيث لا يدري الإنسان هل خالف الجماعة أحد، هذا السكوت لا يكفي، لكن إن احتجنا إليه فهو حجة، لكن حجته ظنية. طيب، والقسم الرابع والمصدر الرابع القياس، وهذا القياس ما منع القياس؟ إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. القياس إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما.
واضح؟ وهذا القياس ذهب جمهور العلم لأنه حجة إذا احتجنا إليه. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القياس لا يذهب إليه إلا عند الضرورة، أو القياس يذهب إليه عند الضرورة. عند الضرورة لم نحتاج، ولكن عندنا مصادر أخرى مختلف فيها قول الصحابة، استصحاب الأصل وغيرها مما قد اختلف فيه أهل العلم وخلافهم فيها قوي، لكن هذا سنقرأه ونستدركه في كتب الفروع إن شاء الله تعالى. نعم. وقد يمكن الجامي هذا وعندنا في مصداق ما قلنا حديث مصرح بمصداق ما قلنا حديث مصرح. الجامي ما قالوا بأن القرآن كلام ربنا، بل قالوا مخلوق، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وهذا الحديث رواه من؟ رواه جرير عن مقر محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ما مقصود الشيء؟ بأنه قد ورد في هذه المسألة حديث مصرح رواه جرير، وهو يتكلم في مسألة الرؤية. نعم. والجرير ابن عبد الله البجلي صحابي تأخر إسلامه، لكنه رزقه الله سبحانه وتعالى ما لم يرزق غيره من الصحابة. هو بنفسه صرح بهذا القول، فقال: ما رآني صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم على وجهه. كوسين داري ليمان سيلو اخولون جو اوين تي كوري لو اوين تي كوري توبو لو. ماذا قال جرير؟ ما رآني. وكيف لا، هذا جرير ارسل مولا له الى السوق لشراء الناقة. أتى هذا بالناقة مثلا بخمسين درهما مثلا، لكن هذه الناقة مثلها تباع بمئتين. تعجب جرير، كيف؟ كم ابتعدتها؟ قال: بخمسين. لأن عندي كلام معسول وأنا كنت أتلطف معه بالكلام. قال: لعل الباعي لا يدري الثمن ولم يسأل أحدا في السوق قبل أن باعك هذه الناقة، خذ زمامها وذهب معي. جماعه شكيو تو سابو امرو كويس او يكون ودارو ليو ابا نلورا يسوا الورا راكمي وا راكمي بي 2000 درهم درهم مورا 150 درهم او وانيا ان توتا فون كوم اي ما كوجيان توتو لو جاتي سي واجا راكمي ادو ليي سابو كوم ادو بني كوي تي سي سو كوي نو مان ناني o si doja jeri egba won si ma npa won sahaba li jeri 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 jojo jeri o si do so nu ti eni kini nka n ba do eni jeri ni iwo lo ta ra ku mi fo ni ko ni kam bi 50 anta la tadri thamanha wa lam tasal ahadan an athman fi souk oni kuri be ko oni
o wa telo ti wo ma jeru ni rakun mi eleyi beyan ba lorun ra ni 80 dirham ogbe n to ta fun ah bi ro tun wa ni ore ni tun soro ba o wallahi beyan ra ni 120 dirham ogbe n to ta fun ah bi ro tun wa ni o gbe ra 150 ogbe ni o ta fun ti de ru fi wa duro sori 200 to je de de n to mo pe ru re je oni abi ti yan ba ra 200 alhamdulillah on ton tun jere but ku diri aje npade en to sira na o na ri rada ko si la wara o jabani en tan ri awon ilu ile ri o mo sa pele je ri lori pe ah wa ma hamalaka la hada wa buerin oni yawma bay'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha alayya almifaq ojo ti mo wa gba islamu annabi kan mu mi laarin gbugbu awon eyan annabi wa fa laarin pe ubayyuka ala nusihi li muslimina in ti mo baya ti esi ni wipe o gbodo ri muslim kan to fe ko gbe ko mo pe pada en sa bi won mani o kilo lo baya sa le leri se wa mo pe musu ti o se ni isin ori e na ni o ba to nti be in to se olodum ba so ti e do so in be lo fa de ozi to to emi lo pe ṣùgbọ́n gbọ́rọ̀ mọ́ sí létí ìtakúta lọ́tà yìí wọ́n kàkú wọ́n ojú ara wọn pé àdéhùn pé jẹ̀ríru ìmọ̀ ọlọ́run ni wọ́n wà mí rọwá ti hadith ru'ya bal rọwá ha hadith rọwá ha ghayru hu min as-sahaba hadith abi hurayra wa ghayru kadhalika walakin ash-shay ata bismi jarir na'am lekin yo للشعر فروا وا ابو ريرو يو دان كان لي او وا مو انيكان نينو مو فكا غبو بيني او اوپلوپو اون صحابه ني وان غبادي سي واتي اومو ميجي متا سوغمو جي ريرو تان با لو كو تي او بي وا پلو وازينو تام با بوي يا اخي اين روى الجرير هذا الحديث اما قال صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح ان انت تريد النجاح قل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وقل مثل ما رواه جرير عن صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله البجلي وقد ينكر وقد ينكر الجامي أيضا يمينه وكلتا يديه في الفواصل تنجه فواضلي وكلتا يديه في الفواصل تنجه كما أنكر الجامية يد الله سبحانه وتعالى يمينا قالوا إذا أثبتنا للرب سبحانه وتعالى اليمين إيه أنا آتي بشيء مهم العشائر لهم مذهب خطير في القرآن كانوا يعتقدون أن القرآن نزل في لوح المحفوظ كتب في لوح المحفوظ القرآن كتب في لوح المحفوظ هذه عقيدة أشاعرة وجبريل نقله من اللوح المحفوظ وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعوا أصل هذا الكلام الأشاعرة لا يثبتون اتيان القرآن عن ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن قاله الله سبحانه وتعالى فأوحى به إلى جبريل وجبريل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح القرآن نزل في لوح محفوظ من الله سبحانه وتعالى لكنهم قطعوا الأصل علاقة القرآن بالله كونه كلام الله سبحانه وتعالى قطعوا هذا فقالوا بأن هذا القرآن نزل في لوح محفوظ كاملة ليس بكلام حتى أثبت أن رسالة أخرس الأخرس يكتب لا تكلم كان رسول تعالى عندهم كتب القرآن في لوح المحفوظ ما تلفظ به وجاء جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى فنقله من اللوح المحفوظ ووحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما كونه أتى من الله تعالى كلاما لا لا واضح. لذلك رد عليهم العلامة الشيخ أبو الوهاب مبرو بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ إبراهيم مفتي ديار المملكة في 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 فتاوى رحمه الله رحمة واسعة ونبه على هذه النقطة، لأن كثير من الناس لا يعلمون قصدهم بهذا، لأنهم قد علموا أن القرآن حقا نزل في لوح محفوظ وهؤلاء قد قطعوا. بارك الله فيكم. والجميع ينكر يمين الله سبحانه، الجميع لا يثبتون لله تعالى يدين، حتى ربنا سبحانه وتعالى له يدان. وقد جاءنا في القرآن بل يداه مبسوطتان، وجاء في حديث الصحيحة بعضها عن نبي رضي الله عنه وبعضها عن ابن عمرو بن عاص وبعضها عن غيره من الصحابة، يد الله ملأ سحاء الليلة. بس هو نو سحاء حال اللطو ليلة مفول كنيو فيه كيس سحاء الليل يد الله ملأ سحاء الليلة والنهار. واضح. أما ترى ربه بيد الميزان يخفض ويرفع بيده أو لا ينفعم من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى إلا أنها تشبه أيدي المخلوقين. إتعاب للعقول إمي أتيه لو إيسين لو أبيه لو إيران لو أبيه لو أني أهو إجاري أهو إجوري أهو إكوري سو براهم كاتي توامن لو بيبنتو جنا إيران غن غن تان سون غن غن إيان جونيا سو أبو أبو إيان غن تان جو جن بيان كو بو إيسين جو أهو جو أبو بيان كيرين جو أهارين تي أولو ونلا أولو كيكي إنتو ورد ته إنتو ورد سريتي إنتي ورد كي إنتو ورد فلي en do refuye en do wo en to pon en to fofo en do dudu en do pupa. So na'am wa qul yunkiru jami'u yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfa'u bil fawadili tanfa'u bil ata' al ata' alladhi la yanqati bil minahi. Na'am. يد الله سبحانه وتعالى تنفقان منذ أن خلق الله السماوات والأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترون ما تنفق أو ما ينفق منذ أن خلق السماوات والأرض دوك يالون قندو دو أستكوتي ما ندسي يوتنا فانتين تبرا يوا سبحانه وتعالى. نعم إن كتبتك بيأتي بدون انقطاع أن تنفح. نعم وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وهذه مسألة أخرى، مسألة النزول، فربنا سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة. نعم بلا كيف جل الواحد المتمدح بلا كيف جل الواحد المتمدح الجبار. لأهل العلم في تفسيره قولان، الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين بو انتي سيري او باو وسوا انتي مبا ديبي تو بوجي اني لا با في مان بي دكتور جابيرو انتي تيغون. هل مررتم على الجابر منذ ان انكسرت رجله؟ انت عايز تقول سيتي دكتور شل كونسلتي دكتور الجبار تواوا الذي بأحكامه الشرعية وبتصرفاته على عباده لن يمتنعوا عن امتثالها من قهر غيره بقوته وجبروته وملكوته سبحانه وتعالى. نعم هنا ما المراد بالجبار هنا؟
نعم تما كوني جبارو اما توما انتين دقيقه نعم جبارو ما انا مجي لالوني اما توما انتي ما تنتووسي كيني توما كيجي انتو ها الاغبر لوري بي انتي او سي كونكا فون انتو سي كيني او نعم إلى طبك الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح فتفرج أبواب السماء وتفتح إلى طبك الدنيا وطبك مفرد للتباك مفرد للتباك والجمع تباك بقبون تيماتيك بيلي راوان إني لابا من قبيني طبك ila tabaqi dunya ila adna sama'i dunya yati wa yanzil yamunnu bi fadlihi ma man yamunnu bi fadli hadha ash-shay yufassiru al-hadith al-warid fi an-nuzul yamunnu yamtannu ala ibadi al-mu'minin bi qawlihi almin mustaghfirin mo ku afuriji wa ni yo ma se yan wa almin sa'ilin lidhalika qala al-'ilm tafsir al-jamia للنزول عندما ردوه بعضهم قالوا عندهم على تفسيرين يقولون لا إنما جاء يأتي إلى سماء الدنيا ملك من ملائكة الله وعند بعضهم بل أمر الله فقال آل العلم هل ملك إن أنتم مؤمنون هل تعتقدون أن ملكا بنفسه وبتصرفه يقول هل من مستغفر هل من سائل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويأتي وينزل نفسه منزلة الإله ويثبت في حق نفسه الألوهية والربوبية فسكتوا واندهشوا بحر وثانيا أمر الله الأمر الله بنفسه يقول مثل هذا الكلام فمن هنا وقعت سقط في أيديهم بهذا سقط بلا فتفتوا أبواب السماء إذا جرى الله تعالى ليس هذا المجيء مجيء زيارة فقط لا يمن على عباده يعطي عطاء لا يحد بحد ولا يقدر بقدر ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل وتفتح أبواب السماء بأنواع من العطايا بأنواع من الخيرات لذلك قال أهل العلم من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فإنه يقوم في آخر ليله كيف ربنا بنفسه أتى ولو صرح بأنه سيرسل ملكا من ملائكته هل لا يسر أحدنا أن يصيب من نوال ربه سبحانه وتعالى فضلا أنه بنفسه تفضل بالمجيء وأنت تنام في مثل هذا الوقت وقد سهرت بالجوال وبالمقاطع يوتوبية وبالمقاطع فيديو فيسبوكية سهرت 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 حتى مضى أكثر ليلك ثم يأتيك مثل هذا الوقت وأنت تنام هذا عين الخسارة عين ماذا؟ إن شاء الله سنستمر إذا جاءنا دورنا الآخر ويخرج إن شاء الله تعالى نستعيد للصلاة وبعد الصلاة في الساعة الخامسة نرجع إلى الحلقة الثالثة.